يقول عندي أخ يعيش في بريطانيا لا يصلي ولا يصوم ولا يؤمن بالله، وهو يريد زيارتي في مكة، فهل يجوز له أن يدخل مكة وكيف أتعامل معه؟ إذا كان كافرا لا يجوز له أن يدخل مكة، لا يجوز له أن يدخل مكة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يجوز للكافر أن يدخل الحرم، هو بالمسجد فقط، ما يدخل الحرم كله، أميال من أميال الحرم، أعلام الحرم، لا يجوز له أن يدخله.